لك شيء بسرعة. أعطني البودر، أعطني البودر. شوف أشوف هذا شنو يا متعب لي برد ولا يبي بودر؟ اسمعني حفاضات عندي. اسمع هذين اثنين هم كلهم كبوم داخل. صدق انت كلهم كبوم داخل بسرعة وحنا ايه. لدينا اخبار والله العظيم ما اقدر اجيب وياك والله اشتبك مني خليها نام شويه خليها بس خليني اقول شغله انا اليوم اذا انت ما فكيتني انا خالي راح اندمر اندمر ما تندمر انا مالي شغل تكفى طالبك يلا علشان ما يخالف وانت بتوديني يعني اركب سياره اقول لك ما اقدر اقول لك بشارع ما يخالف بس ما قاعد وياك وايد لا 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 خمس دقائق اقل اقل؟ ايه يلا يبين خلينا نشوف رجوجك يلا والله يعني والله ودي اقول لك شيء بس مستحي خالي انا ادري لان انت وجهك منش ما تستحي على وجهك والله لكن تبي مني تبي فلوس انت ما تجي عندي هني الا تقول ابي فلوس خالي هالمره جايك محتاجك حيل تكفى ما يخالف خالي انا ما عندي اما تدري انا مع شويه عندي مطلوب انا تمرين ما تليفون وهذا ارد لك اياهم دبل انا ما احتاجهم اليوم تكفى ما عندي خالي يعني اقول بصدق انا اقولك ما عندي اقولك تكفى محتاجك يا ما قلت لي انا يا ما انت قلت لي انا محتاج ما قصرت اي الحين انا محتاجك 70 80 اي شيء يطلع من جيبك يا خالي تكفى طالبك ما يخال انا راس مالي كله 100 دينار حق مصرف زين عطني اياهم باكر الدقام دبل انا طالبك كم عندك ما يحتاج تعدم عطني انا اعدم ما يحتاج عطني كم عندك بعد طلع خالي ما يصير خالي محتاجهم تكفى ما عندي دنانير تكفى عطني اي شيء اها ما عندي مصرف خالي خالي تكفى طول بالك الحين ما عندي والله ما الحين اقولك الحين اقولك طول بالك انت يوم تاخذ فلوس اشتري فلوسك ما شاء الله خير عندك انت خالي انا يعني انا الحين اوريك انا ليش ما اخذ الفلوس يلا شنو ما اخذ الحين اوريك دقيقه بس حبيبي وينك؟ انا عند المصافط. ايه تنطر منو؟ بسرعه تكفى بسرعه قبل احد يشوفنا. منو تنطر منو فهد؟ بسرعه قبل احد يشوفنا الله يخليك تكفى. اي منو تنطر؟ يلا انطرك باي. السلام عليكم. الفلوس جاهزه. اعطي فلوس. عدهم. لا تعدم ماكو حد عدم تعال الحبيب توم ليش يا اخي انت ايش ماخذ؟ ادري طول بالك لا خالي والله تصدق انت ما ادري شلون سالفتك حطيتهم خالي والله الحين امي تسوي لي سالفه والله امي تسوي لي سالفه اي ما خالد بس على هي امه خذ علي منو هذا؟ بعد ما عندي غيره منو هذا؟ كم محمود اي والله محمود هذا والله بودر انا ايش فيك؟ ورب كعبه يا جايبين بودر خالي من الجمعيه ايش فيك؟ اي ادري ايش علي من الجمعيه خرعتني والله العظيم ورب كعبه على اساس الاخبار اي ادري ما يخم ثلاثه وحاط نظاره على عينك وانا خرعتني والله انا خفت عندي حساسيه خالي اخبار اي ادري محمود صدق لفيت كل الجمعيات ما حصلت بودر؟ لا اي والله لا حاضر حبيبي مشكور هذا من الجمعيه يا ابن ها؟ اي جمعيه رحت الوفره جايبه من الجمعيه علي؟ اي من الوفره رايح والله في هالاخبار هذا كله رحت الوفره عشان خاطركم الله حبيبي محمود مشكور لان ولد اخوي يبي بودر ما حصلنا من عيونك الله يسلمك حبيبي محمود بعد عمري اخبار على اساس الاخبار اي والله تعال لا تدعمك اقول لك خالي اقول لك هذا ماخذه البودر لانه ما في بالجمعيات إيه. اخوي وصاني عليه فقلت يعني شو اسمه إيه حق اهلك يعني شعري انت خذيت مني 60 دينار إيه. هذا ولا ليش خذيت 60 دينار مني؟
لان محمود شاري لك هديه فانا اعطيت حق محمود. زين انت من الفلوس يا تشتري هديه؟ محمود شاري لك مو انا. اذا انت مو اخذت مني 60 دينار؟ انت شاري من الفلوس وشريت هديه. ادري يعني شنو يعني شنو ما تبي الهديه؟ لا ما هديه قيمه. ما قال هديه ابيها. محمود ما ما اقول انا الخال. محمود 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 نزل نزل هذا شوي. شنو هديه شريت حق بطلان انت اليوم؟ صراحه اغلى هديه جايب لك انا. والله؟ ما قاعد اسمع صوتك، صوتك بعيد. جايب لك اغلى هديه. شنو هديه؟ زين انا اعطيتك البودر صح؟ ايه اكيد؟ ايه. عجبك؟ ايه عجبني. زين الحين بعطيك الهديه. يلا صار. بس ما تردها؟ لا ما ردها. شو تتوقع هديتك خالي؟ طالعني طالعني. شو تتوقع هديتك؟ ما ترد هديتي. انا اقول يا ساعه او قلم ها؟ او هديه عطورات. لا لا جبتك شيء احسن. وين الهدية؟ جبتك شيء احسن. شنو الهدية؟ الهدية لا تباع ولا تشترى. صح. اكيد؟ لا تباع ولا ما تردني. تباع. غمض عينك. لا لا والله ما تشترى ولا تباع ولا تشترى. ما يصير ما يصير ترد الهدية، ما يصير ترد الهدية. لا ما يصير ما يصير ترد الهدية. أنا شنو يعني؟ أنا أعطيتك بودر هذا ويا طقم. لا يبا لا هذا مالي هال يبا. وربك مالي هال هذا. تبي أحط لك بوكس بكارتير يعني؟ بامبرز هذا ما شاري لي بامبرز. تبي كارتير أحط لك يعني بوكس كامل ست كامل يعني؟ محمود ما يصير شاري لي بامبرز هذا مالي هال. يبا أنا ما أعطيك بودر ما أعطيك. لا هذا والله ما يصير على وين ربك هذا. شوف شوف شوف. لا محمود ما يصير وربك بامبرز مالي هال هذا انا هال عندك تشتري بامبرز؟ عمي عمي خليني اقول لك شغله. شنو؟ قلت لك انا الهديه لا تباع ولا تشترى. اي مين قال لا تباع؟ وعندك البودر ونسيت اجيب لك الماميه. دقيقه راح اجيب الماميه وي. خلي 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 هديه بعد. ما يصير شيء. لا عيب يبا خذت مني 60 دينار. انا غلطان يعني انا غلطان. والله العظيم خذت مني 60 دينار. دقيقه خليني اجيب لك الماميه هذه خاصه. سعره تقريبا 75 دينار مية. زين شنو حط من مية؟ ها؟ شنو حط من مية؟ مطلي كارتير من فوق. اي شنو حط داخله؟ شنو حط داخله؟ شاي. مية حط فيها شاي؟ اي. وكل هذا حقي انا؟ الهبه الجديده بعد شنو؟ لازم يحط لك شاي مية. يا محمود تبي الصراحه؟ قاعد تمسخها ترى. اي والله انا؟ اي والله. الله يسامحكم. لا لا يا بامبرز. على الاقل على الاقل مية. شوف تبي الصراحه؟ انا كلام اقوله من قلب صراحه. واحد نفس خالي تجيب له تجيب له مميه والله عيب. والله خالي تبي والله خالي تبي صراحه انت محترم والله عيب. والله العظيم يا محمود عيب والله عيب. والله العظيم هذا ما يسع قسما بالله عيب. اكو واحد يجيب حق خال مميه؟ ايه على الاقل على الاقل اسمع خليني اقول لك. نعم على الاقل يجيب له مصاصه. ما يصير حتى مصاصه لا انت مصاصه شنو؟ ماني يا خالي انا لا لا فهمني فهمني قول حلاوي مو تقولي مصاصه شنو يعني انا لا تفرجون علي انت ويا محمود خلاص خليني ابي حلاوه لا لا يبا لا خلاص انا اقول لك انا اقول لك جيب له جوتي بليتات لا لا خالي يرحم والدك وربك سويتوني اياه المره واحده والله خلاص بجيب له سكوتر سكوتر عرفت روح لو شغلك انت ثاني ما تسال ويك ويا سوالف وين سويت شنو ويك شنو ويك قطو والله العظيم وربك ابد شنو قطو والله عطني عطني اقول وجهك الطويل هذا شنو ارنب وجهك وربك اطال وجهك والله شنو ارنب وجهك عندك جزر؟ اي والله عندي جزر وين؟ وربك عندنا بزرعتنا عندنا جزر خليني بك حاضر